مرحبا، أنا شيف مايا، واليوم رح يكون معي صديقي ماجد، ورح نعمل وصفة كتير طيبة. رح تكون وصفتنا اليوم دجاج مشوي مع الفليفلة صحية مع رز أسمر. هلأ رح نبلش نقولكم مقادير الوصفة. أول إشي عنا زنجبيل، شو هاد؟ ليمون وبرات الليمون، السكر جوز الهند وبقدونس وملح وفلفل، زيت جوز الهند، دبس الرمان وكاتشب جوز الهند، بذور السمسم، فليفلة من جميع أنواعها، شراب القيقب أو الميبل سيرب، الدجاج. هلا رح نبلش ناخذ الصحن، بتقدر تعطيني عشان